احنا نسأل وانت تجيب، يلا شارك يلا فوز، من شاركنا نقول مبروك، اجمل رسمة واحلى صور، ضحكة مسرح يلا نشوف، دقينا للعيد تفوق، وسهرنا ونجوم الفن، ليلة سعد علينا يطول، ضحكة مسرح يلا نشوف، دقينا للعيد تفوق، وسهرنا ونجوم الفن، ليلة سعد علينا يطول. العيد الذي طالما تنتظرونه ينقضي في يوم واحد، لكنه مع الأقرباء وزيارة الأرحام يبقى أيام عديدة. العيد بدون معايدة الأهل والأحباء يبقى يوما فارغا في تقويم العام. في صباح العيد نقطف الأزهار ونضعها في أباريق على نوافذ المنزل لتعم رائحتها كل الأرجاء، ونعبث بأطياف العيد وألوانه، وننثر عبيره بيننا، ثم نتبادل التهاني ونزرع جذور الورد ونجري ثمار المحبة. أهلا ثم أهلا بكم ثم مرحبا بنجم حلقتنا لهذا اليوم المبدع أمين محمد، فأهلا وسهلا بك. كل عام وأنت بخير. كما نرحب أيضا بالنجم الموهوب عبد الله، فأهلا ومرحبا بك. عيد مبارك. يا عبد الله، بداية حابين نتعرف عليك أكثر ونعرف المشاهدين. أنا عبد الله فواز الجماعي في محافظة إب، أدرس في الصف الثامن، عمري 13. إيش هواياتك؟ أشياء. أيوة، إيش تشتي تكون في المستقبل؟ فعل. إن شاء الله وإن شاء الله تحقق كل أحلامك. طيب يا أمين، عرف المشاهدين عليك أكثر. أنا أمين محمد الشراعي وأدرس في الصف الثامن و عمري 13، وإن شاء الله أكون في المستقبل الإعلامي إن شاء الله. إن شاء الله. قلت إيش هوايتك؟ هوايتي إعلامي إن شاء الله. هوايتك بالحين يعني إيش؟ لا، هوايتي الآن أنا منشد، لكن في المستقبل إعلامي. أيوة يا أمين، أنت قلت هوايتك الإنشاد صح؟ أيوة. من اللي شجعك على موهبتك أو اكتشفها؟ أنا كنت يعني لما أجلس لحالي وهذا وتسمع في التلفون وهذا، يعني حاولت إني أبدع، لكن أبي شجعني. يعني أنت اللي اكتشفت موهبتك؟ أنا اكتشفت موهبتي وتشجيع من أبي. اكتشف هو نفسه كيف خرجت صوتها وكذا، والعائلة نهاية رجعت تقاومك ما شاء الله. طيب يا أمين، إيش العادات اللي تحب تسويها في العيد؟ نخرج نتمشي احنا والاصدقاء ونلعب في هذا القريح، يعني هذه حق العيد، يعني نخرج نتمشي في الحديقه في المزرعات وهنا. ايوه، لا ليش تحب القريح؟ يعني هذا قدوح عادتنا، يعني انه بيأثر. أيوة. تحبها كثير ولا بس هكذا تقرح؟ يعني قديه حق يوم العيد بس نقرح شويه وخلاص. ايوه، بس في بعض الأطفال يجلسوا يقرحوا كثير وإذا أصحابهم، أيوة، ويقرحوا لها حق هالملابس وعادين جدد. أيوة، هذه قد حدثت. طيب يا عبد الله، وأنت إيش العادات اللي تحب تسويها في العيد؟ القريح، نخرج مع الأصحاب، نسير نلوي، ونسير للحديقة، نتمشى، نزور الأهل. نعودهم. أيوة، هي ضرورة علينا زيارة الأهل والأقارب صدقة. إيش الوجبة المشهورة عندكم في العيد؟ عصير. أيوة، أنت قلت إن أنت من إب صح؟ هذه مشهورة في إب. أيوة، يعني أهل إب عندهم العصير. أيوة. عصير ولا الهري؟ إيش الأماكن اللي تحب تروحها في العيد؟ إذا هو في إب الشلالة، تسير وأنا صغير. وهنا في معرب السد والحديقة والعرش في بلغيس. أيوة، تصور ولا لا؟ يعني نادرا، رغم انه ضروري تصوير. قال لك ضروري 100 صورة. طيب صورة يا صورة. أمين، الأكلات التي أنت تحب تأكلها في العيد إيش هن؟ الأكلات اللي في العيد اللي يعني الضرورية اللحمة. أيوة. ثاني حاجة قدي يعني المفضلة، يعني هو موجود عيد ولا ما فيش عيد، المفضلة قدي العصيد العصيد عند الكل. يا عبد الله، معك مواهب ثانية غير الشعر؟ أيوة. طيب،
حقك الأشعار تكتبهن أنت ولا تسمع من بعض الشعراء؟ أكتبهن وأسمع من الشعراء وبالرغم من هي اللي أحبها وبدأت أكتشف موهبتي بها حق عمي الله يرحمه. الله يرحمه. طيب من اللي شجعك على موهبتك؟ من اللي اكتشفها؟ بدأت أنا بعد ما استشهد عمي نايف كنت أشوف الأشعار حقه وأقرأها وأكتبها وأكذا لما بدأت أتعلم بعدين شجعني الأهل كله. شاركت في مسابقات أو في؟ لا ما شاركت في مسابقات، كنت أسير بذكرى حق الأشعار حقه، أدي قصايد حقه، وصرت مرة في حضرموت، كان هناك مسابقة، دخلت وسطها ووقعت بالمركز الأول. ما شاء الله. طيب يا أمين، عايش المكان اللي تحب تسيره في العيد، أكثر مكان تحبه؟ إحنا أكثر مكان في إبك إن إحنا نروح الشلالة على ما قال عبد الله، نروح الشلالة وجبل ربي نتمشي، ولكن هنا نروح الحديقة، عرش بلقيس، كل مكان هنا المزارع. إيش رأي الشاهي كانت فقرتنا الميدانية؟ بالتأكيد نتابع نحن وإياكم فقرتنا الميدانية وما عده لنا زملائنا من الميدان، فتابعوا معنا. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام في فقرة سؤال وتحدي، كما تعودنا سؤال جديد وتحدي جديد. سؤالنا لهذا اليوم يقول: ما هو الحيوان الذي يسمع من قدميه؟ أما التحدي شبس شايف ناشف. لنعرف من هو فائزنا لهذا اليوم تابعونا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. وعيد مبارك. أهلاً وعليك إن شاء الله. ممكن تعرفني باسمك؟ مهدي مارسيل المهدي. مهدي، وانت ايش اسمك؟ علي مارسيل. علي، من اي محافظة؟ اي محافظة؟ من اي محافظة؟ انا من عدن وهو من تعز. ما شاء الله ما شاء الله. شوف معانا في هذه الفقرة سؤال وتحدي، اعطيك السؤال ولا اعطيك التحدي؟ يلا التحدي. اعطيك التحدي. تحدي اليوم يقول: شيبس شايف ناشف، تقولها 5 مرات سريع، ما تغلط اعطيك الجائزة. شيبس شايف ناشف، شبس شايف ناشف. لا 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 لا، أنا شيء تعطيها سريع. شبس شايف ناشف، شبس شايف ناشف، شايف ناشف، ناشف. ما تقطعش ما تقطعش. شبس شايف ناشف، شبس شايف ناشف، شبس شايف ناشف. ممكن أن تحاول؟ شبس شبس شايف ناشف، شبس ناشف، مش شبس، شبس شبس يا. طيب أقول لكم كل عام وأنتم بخير صحة وعافية. أي اسمك؟ سهرية. أي اسمك؟ سهرية. شوف يا سهرية، من أي محافظة؟ من أي محافظة؟ من أرحب. من أرحب. شوف معانا في هذه الفقرة سؤال وتحدي، أعطيك السؤال ولا التحدي؟ التحدي. أيوة التحدي. أتحداك تقول شيبس شايف ناشف، قولها 5 مرات سريع أعطيك جاي. شيبس شيبس شايف ناشف، سريع عليكم. شيبس شايف ناشف، سريع سريع، 5 مرات سريع. شايف ناشف. يلا إذا أعطيك محاولة، يلا سريع عليك، يلا شيبس. يلا عيد مبارك، كل عام وانت بخير. عيد مبارك. أنا وعلم. اسمش؟ نبا. نبا، من أي محافظة؟ من تعز. من تعز. شوفي معانا في هذه الفقرة سؤال وتحدي، أعطيش السؤال أم التحدي؟ تحدي. تحدي اليوم يقول: شيبس شايف ناشف، قولي 5 مرات سريع أعطيش جاي. شيبس شايف ناشف، شيبس سريع سريع سريع. شيبس شايف ناشف، شيبس شايف ناشف، شيبس شايف ناشف، شيبس شايف ناشف، شيبس شايف ناشف. غلطتي بالرابعة، أعطيش جد محاولة، إن اتقنتيها أعطيش الجائزة، لا تغلطيش. يلا شيبس شايف ناشف، 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 شيبس شايف. ما شاء الله. عسى حاولي جد انتي، لأني اديت الإجابة صحيحة، بس أنا ضروري إن أنا أتكلم عندي. اسمك؟ حنان. حنان، من أي محافظة؟ من مصاب. من تحبي تهني بمناسبة العيد؟ تهني ماما، بابا، اخوانك، من تحبي تهني؟ احب انا اهني عائلتي. عائلتك. اذا مشاهدينا الكرام، من اسمك؟ من نبا. نبا، حصلنا اجابة التحدي من هنا من عند نبا، وجائزة مقدمة من برنامج قمار العيد.
إذا مشاهدينا الكرام ما زلنا نبحث على إجابة سؤالنا لهذا اليوم، أما التحدي حصلنا على الإجابة. لنعرف من وفائزنا لهذا اليوم بالسؤال تابعون. ممكن تعرفني باسمك؟ حاشد علي الهاتشي. حاشد، من أي محافظة يا حاشد؟ حريب. حريب، شوف معنا في هذه الفقرة سؤال والتحدي. تحدي اليوم حصلنا على إجابته، بقي السؤال. أنا بعطيك السؤال إذا جاوبت عليه أعطيك جائزة. أوكي. سؤال اليوم يقول: ما هو الحيوان الذي يسمع من قدميه؟ يسمع من قدميه؟ أيوه. حيوان يسمع من قدميه. مبدع. لا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. وعيد مبارك. أهلا عليك. ممكن تعطيني اسمك؟ اسمي عمار. عمار، من أي محافظة يا عمار؟ ما أعرف. شوف معنا في هذه الفقرة سؤال وتحدي. أعطيك السؤال لهذا اليوم لأن التحدي حصلنا على الإجابة، باقي معنا سؤال اليوم. سؤال اليوم يقول: ما هو الحيوان الذي يسمع من قدميه؟ ثور. لا، إجابة ليست موفقة، ولكن سأعطيك فرصة شأقرب لك. هو من الحشرات. صرصور. إجابة ليست موفقة، وأقول لك كل عام وأنت في ألف. كيف الحال؟ أخباركم؟ اسمك يا بطل؟ يونس. يونس، من أي محافظة يونس؟ من البيضاء. من البيضاء. شوف معنا في هذه الفقرة سؤال وتحدي. تحدي اليوم أجابوا عليك، باقي معك السؤال، إذا جاوبت على السؤال أعطيك جائزة. أوكي. سؤال اليوم يقول: ما هو الحيوان الذي يسمع من قدميه؟ حيوان يسمع من قدميه. أنا أقرب لك شوية. لا، أقرب لك شوية، انتظر. الحيوان هو من الحشرات. حيوان من الحشرات يسمع من قدمين. الزن ولا الأرطب؟ لا. السلام عليكم. سلام. كيف الحال؟ عيد مبارك. ممكن نسأل البطل أسأل؟ إيش مش؟ لا. كيف أجواء العيد ومسيري مع بابا؟ شوفي معنا في هذه الفقرة سؤال وتحدي. شوفي التحدي جاوبوا عليه، باقي معنا سؤال، أعطيش السؤال إذا جاوبتي بعطيش جائزة. أوكي. سؤال اليوم يقول: ما هو الحيوان الذي يسمع من قدميه؟ ما هو الحيوان الذي يسمع من قدميه؟ إيش الحيوان الذي يسمع من قدميه؟ لا، الحمام. لا صح، إنه طائر بس هو من الحشرات، هو طائر صح. فكري. جرع. إذن مشاهدين الكرام إجابة سؤالنا لهذا اليوم وهو الجراد. تفضلي. إذن مشاهدين الكرام حصلنا على إجابة سؤالنا لهذا اليوم. مسمش؟ من عند بلاغة؟ من عند بلاغة. إجابة صحيحة. إذن كان إجابة سؤالنا لهذا اليوم: ما هو الحيوان الذي يسمع من قدميه؟ وهو الجراد. إذن مشاهدينا الكرام نختم فقرتنا لهذا اليوم، مني أنا محمد الولي، نعود أنا وإياكم إلى الاستديو. شكراً لزملائنا من الميدان، ونعود لكم مشاهدين الأعزاء بعد أن تابعنا وإياكم هذه الفقرة التي أعدها زملاء من الميدان، ونقلوا لنا أجواء العيد مع أصدقائنا الأطفال. طيب يا عبد الله، إيش القصيدة اللي تحب تسمعها وتحس أنها مناسبة لك؟ أنا أسمع من حق الشاعر عبد الله البرندوني، ومن حق أمينة، هي الأكثر بدي أهتم بها. أيوة، ممكن تسمعنا؟ نبدأ لكم بحق عمي نايف. فقال فيها: اسكني يا إب في مكنون قلبي، واستريحي في حناياها الرحيب، يا مشنة من نعيم الخير صبي، وأزي فيها لح يا إب الحبيبة، يا سقاها الله من سلسال عذبي، اصطفاها بالمناخات الرهيبة، يا هواها والهوى زادي وشربي، والمفارق عيشته عيشة صعيبة، واللوى الأخضر تراتيلي وحبي، منشداها فاح ريحانه وطيبة، جنة الدنيا حماها الله ربي، سندسية صاغها لوحة عجيبة، يا جبل ربي ويا تعكر وحبي، يا منار العز
للكوكب قريبة. جوها طبي وماها العذب نخبي، حبها الرحمن من كانت نصيبة، الهواء إبي ونبض القلب إبي، فرقها والبعد عنها أكبر مصيبة. صح لسانك، ما شاء الله عليك رائع جدا، وإن شاء الله تستمر تتألق أكثر، منتظرين حقك الأشغال وإن شاء الله نشوفك شاعر كبير. طيب يا أمين، من تحب تهني في هذا العيد الجميل؟ أحب أهني الأهل أولاً، وأمي وأبي هذا المرتبة الأولى أهنيهم، والأصدقاء والشعب اليمني بأكثر. ونقول لهم كل عام؟ كل عام وأنتم بخير. طيب إيش حابب تسمعهم كهدية منك لهم؟ أسمعهم منشودة من حق أمين حامين. يلا. هوايا اليمن وأنا موتي وحيا، أحب اليمن يدور الزمن، أنا قيس ليلى بحب اليمن، هوايا اليمن وأنا موتي وحيا، أحب اليمن يدور الزمن، أنا قيس ليلى بحب اليمن، أمي وأبويا أمي وأبويا، يا أهلي والولاد ولا للحب حد، لأنه لليمن أحبك 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 يا يمن، شبابك حاضرك أمل مستقبلك، بحبك نمتلك مقاليد الزمن، في صدق الانتماء نشارك في البناء، نعيش الأوفياء ونحيا لليمن. ما شاء الله، ومزيد من الإبداع والتفوق، وإن شاء الله تصير أفضل وأحسن وأروع وأراقى منشد إن شاء الله. إن شاء الله. أيوة، كيف لما اخترت هذه الأنشودة حق اليمن؟ لأنه أنا يعجبني صوت أمين حاميم، ويعني كلمة حالية، وأنا أشيد يعني أنا جسر قادرني أنشودة حق الوطن حق بلادنا على الوطن. أيوة أيوة، ما شاء الله عليك، ومزيد من الإبداع والتفوق إن شاء الله. طيب يا أمين، إيش الأغنية التي تحبها أو أنشودة يعني أحسن واحدة تحبها وتحب إنك تقلد صوت الفنان الذي بيغنيها؟ أشياء أقلد الفنان أيوب طارش. أقلده؟ يعني مش يعني أقلد، يعني يعجبني حق الأناشيد لا عن الأغاني. حتى إنه ما ظل حق الأغاني والأناشيد عن الأمل، صح؟ أيوة أيوة. إيش معك موهبة ثانية غير الإنشاء؟ معي مو ماشي ماشي يعني موهبة غير الإنشاء. مع الإعلام، أنا أشتي أكون إعلامي يعني. إن شاء الله. شكرا لمبدعينا وشكرا لكم مشاهدينا، ننتقل بكم إلى فقرتنا التالية، وهي من الفقرات الشيقة والممتعة وفيها الكثير من الإثارة والسعادة، فأبقوا معنا. أنا أشتنى يا عيد، أيوة عيد أنا أشتنى، يا الله شقة فرقة دي فرصة، عيد عيد تسلم على أمي وتابر البلاد، قدي فرصة. أوه صح، أول شيء هذا سنة سنة عيد عيد على داد على داد على داد على داد حبنا مصرح بجاد الليل الليل عيد 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 يا عم اخي معانا عيد عيد اشرب البوري ولا مو يا عم مصلحه، خليني اقفل عيد، انا احصل على امي اسافر البلاد. عيد مو طلبت الله، خلك عيد اطرح البوري يا عم مصلحه، اطرح البوري اللي هري اكلامك لبك من القاطسة اثنين ولا اخر، اطرح البوري لك يا عم مصلحه لو سمحت، عيد خليني اسافر على عيد 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 ما نسمع عيد عيد عيدات 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 اطرح البوري طلب الله، طلب فيه اطرح البوري طلب الله، خلك يعني يا اخي يا عم صلاح انا اسرع اليوم شغلي شغلي ساعه الذهب اليوم القرش ب10 قروش يعني انت من الزلطان صح ضروري نروح ازور امي ازور اخواتي ازور ادعي انا اشي اسافر البلاد سافر الله يفتح عليك بس اطلب الله اليوم وارجع سافر ماشي عاد اخش تحاسبني انا الزلط واشي اسافر الباص منتظرني اشتي روح حلل هي ما ينفع اختفي لا اختفي ما ينفع ايش فاضي لك انا اشتي روح طرح طرح
اطرحها اطرحها رجع رجع عمر رجع مصليح ها اهلا عيد مبارك هاي بصرك زبو مدشته بصرك شاي ايش شاي شاي ما ابو ما ابو الشاي ب 300 والله حتب ما ابو الشاي ولا ابو حاجه بخمس ولا حاجه ايه خلي روح ب 1000 روح مشيش روح مصليح بالخار مشي ب 1000 ايه شاي ب 1000 والله يقول حتب 1500 شقا يومي شقي ب 1000 شقا يومي مشي اشتغل عندك وحتى وقت اشتغلني قراه مشي روح ده روح من عندي يلا ب 1000 مشيش مصليح ادخل اشتغل ادخل اشتغل يلا ما بش خير روحة خلي اشتغل عيد الله نطلب الله نطلب الله عم مصلح حرام عليك عم مصلح حرام عليك وتكتا ولا خبر أنا عبد المقر وتكتا ولا خبر خلي اشتغل عنك وفعل شهي الله الزباين شايجوا ألف قرح كالف يام بدبر طراح الله قرح يا عيجي بترمه ترمه أول وآخر من جاي ترمه وكبت تضالم أنت ظالم يا عم مصلح تبصرها تبصرها بعدين عيد ذي الحين وانا كيف لابس عيد عيد فرح انه عيد الشرح أسلم على أمي روح أسلم أوه. اطلب الله لا تدخل اشتغل الدلبوري هي ولا الصاد هذا البوري انا ها رعا من الصبح لفلف يا عطف انا راكن قد الدنيا يعني رجع مكان الشغل ابو فيه اشتغل لغاية لا حول ولا قوه يا الله برز يا الله بزبون خديها كذا ابو فيه ابو فيه لما تموت لما تموت مبارك يا الله كيف انت حيا ابن عمي مبارك كل سنة طيب وحاج عريس ان شاء الله وحاج وعريس كيف انت يا ابن عمي عيد مبارك كيف عيد مبارك يا ابا وتحمل تسلم على ابن عمك ابن عمي ما ابوك الا ابن عمك انت انا يا ابا بس طاقت سليتين في الريح سلام يسلك يلا هذا العيد لك ها هذا العيد لك ها تعال هذه المرة لك ايوه هيا قلت بنا ما زلط هي هذا هيا ما حق العواده نشتغل شويه وبعدين انت عيد عيد يا با يا ابني نشتغل وبعدين ندي لك بياس ما بلد تريزر ها ما بلد تريزر الحين رحلي يا الله حله زلط مو شو اسمه مو حق العواده حق العواده الله مو ترى خمس دقائق ورجع ليش لأنه ما قابوش بياس ولا ضربنا عذابنا رحلي عرفت كيف معك بيت سلفني ها اشتت عاجبني شروح سلفني بياس لآخر اليوم راح اخليك ليش نسافر سلفني بياس سيبني زلط رسالة البلاد 5000 5000 من الدرد ما تمعي انا عندك 24 ساعه ما تمعي يا الله خارينا مو تشقير بعشر البترعب بياس ها انت رعب البياس لا حول ولا قوة الا بالله لغيت انت لغيت امانة والله يا عم مصلح ما انا داري كيف انت ماشي معك ضمير يا اخي انا شي سافر بدني ام شي روح عود شي روح السافر عندك ما داريش الان قدني ست اشهر فاحنا عمتي يا باهي احنا سير تزوري عمتك اه ان شاء الله لما فاحنا ما بش بياس رحلي ايوه اسمع بالقاط ادي له بياس وروح زر عمتك وسلم عليها قول انها والله مشغوله بي مش من عمتي من ايوه عمتي من عمتي من ما هو عمتي عمتي من اختي اختي اختك سيري زورها انت اختك زورها انت انا ما دخلني ايوه صح يا بني تمام انا رسلتك لعندك قول لا ابي مشغول وهذه البيت هي اختي ولا اختك انا معي اختي سيري زور اختي صح صح والله كلامه صح والله يا عم مصلح كلامه هي اختي ولا اختها ما شاء الله كيف عكس بس تمام انا رسلكم يبصروي نيابه عني انا مشغول عيد الله اطلب الله ولا مره اغلق واسرع مو رايك والزبون بعشر زباين والله المفروض ان نغلق افضل اطيرك الف والله يا عم مصلح يا خجف مو الفائده جري 5000 بالحق خمسة خلاص تمام يلا يا عم مصلح نهجي علينا خلني زاكر
انت سافر يا والله مجد. ما ابو زبو خليه يسافر يا اخي. شي قلنا من هم الهم ها الهم المعيدين يعيدوا عليا انا عمهم مصلح انت ثلاث ايام اربعه من قفل بيه ولي على التحف عيد نروح نزور الاهل نزور خلينا نروح نزور امي الله قدني باقي المستشار اوه لو شفتني انا الحمد لله افرح والله باجي عندك اقول لك عيد الله الناس ما يغلقوش بالعيد ابهام سابق لان البيس يوم العيد ثاني يجي له طعم ثاني بيس 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 مسح ترغب الموسى ساعة مجدان خلك عيد هذا لجد الحين زبون لا يهرب خلنا الله لبس لبس حالي لبس حالي ولكن اشتغل بالبوفيه مو تبصرني مو تبصر بي بابه ايوه الزباين انت اخبر لا حول ولا قوة الا بالله يا اخي اشتغل ما عليك مني اشتغل يتصلوا ما يتصلوا اشتغل اطلب الله سابر اطلب الله اطلب الله على ضلعك انا داري بالبوفيه لما اموت لما موت وانا والله ما عبق الا الربل انا وارجع مكانك ساعه العصفر قلنا الجمعه تمام اما العيد حرام ما راحت لك اشتغل انت مكسور ناموس ربى لك ما الفاتك شقي ولا تخلانا نسافر ولا تخلانا نعيد ساعه الناس ولا تخلانا حاجه يا غني عيد الله جلدي بالزلاط جلدي بكل شيء يا عم راح مع الايام ما تعبق لك يومين ومات برد من الاول فاحمى الأنغام سابر سابر فأنا أستنى يا عيد سلم على أحبابك هاي آلال لا زباين ولا حاجة أشتغلنا ماشي يا الله بزبون يا الله بزبون يا الله بزبون يا الله بزبون ولونا قدنا بالطريق 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 سابر ايوه ها الحمد لله كيف حالك اختي عيد مبارك علينا وعليكم ان شاء الله انا والله مشغول بالبوفيه ايوه نطلب الله قلنا اليوم احنا عيد قبل ما شاء الله انا شاجي شاجي لكن انا قارسلكم الولاد اقارسلكم لا عنديش ورسلكم معه مصروف والكل والله ها مو تعملي بالمصروف تمام انا شاجي شاجي ان شاء الله اكمل اليوم وبعدين اشوف كيف اعمل واجي والله الله المستعان ان شاء الله ان شاء الله اوعدك باذن الله اجي هذا شيء اكيد 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 وزياره الارحام واجبه الله المستعان اي والله الله معك ان شاء الله مع السلامه هم يا عم مصلح والله ان ها كيف بيني وبينك احد غابو. والله انه ضروري نزور الارحام اخيرا اخيرا فهمت عم مصلح اي والله متاثره ما رضت قالت والله ما افعل بالبياس ولا افعل بالمقاضي ما افعل اشتي بصراحه انت اخي وانا ادري اي قد قلت لك ما بتنفعش الزلط يا عم مصلح ضروري زياره الارحام ضروري نزور الاهل ضروري نزور ندري وش اللي على انا وش اللي عليهم عيد عيد انت اسرح زير امك تمام الان اسالك بالله روح زير امي الان عشان الحق البس قد يجي يعني البس حق الله بس ثاني ها ايش عدى الله بس ثاني البس دبل دبل بيوقع عليك عليا عليك عليا امشي انت سرح زر امك بصرخ تمام وانا صير بصرخ اختي ازر ازر تمام انا بعدك يا عم لانه الارحام هذا ما حد يقطع الارحام لانه من قطع رحمه قطعه الله
ومن وصله وصله الله. سافر يا عم صلح. الله يا الان يزور عمتي واصل للبيت واتصل بامي واقول له على ظروفك دائما والله حتى تقول لك ظروفك خلاص يلا يلا بسم الله الله يحفظك. شكرا للزملاء الذي عادوا هذه الفقرة. طيب يا أمين، أنت كمنشد وصاحب موهبة إبداعية أكيد بتسمع لفنانين ومنشدين كبار، من الذي بتسمع لهم بشكل متواصل غير أيوب طارق؟ لا، الأمين حامي هذا اللي مفضل عندي، أمين حامي وأيوب بس هاجي أسمع. ليش اخترت أمين؟ اسمها اسمك صح؟ أيوة على سيا مش يعني هكذا يعني قصدي لأنه هو مبدع يعني فنان كبير. وللقصيدة أيضا تأثير في الحياة العيدية وإنعاش الجو العيدي لدى الشخص، لذلك نستمع معكم للقصيدة من الشاعر المبدع عبد الله. هذه جبتها على مارب، فقلت سألوا هدهد سبا يوم اختفى غائب عن عرش ذي القيس وقومنا جمعة كانوا أولو القوة وبأسهم غاضب وأمرهم شورى تصويت أو قرعة فيجعل حياتك هنا يا من سكن مأرب ويدوم عزك يا حامي القلعة في قلعة الأبطال وتاريخنا الضارب في قلعة الأبطال وتاريخنا الضارب في موطن الأحرار العز والمنعة دار النصر للمظلوم وتقدم الواجب تأمن الخائف وتمسح الدمعة هي الموت لمن جاء أرضها غاصب وهي الجود للضيف والفزعة أحببتها والله وبعشقها ذائب لها كتبت الشعر فالحب ذا شرعة أسكنتها في عين وعين ساكنتها إب ومن قلبي الصادق أهدي لها قطعة. سلام أحسنت ما شاء الله عليك. ضيوفنا مشاهدينا الأعزاء سنكون الآن مع آخر فقرات حلقتنا لهذا اليوم، وفي ختامه سنهديكم هذه الأغنية للمبدع أمين محمد والفرقة على السرابية. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نستودعكم الله حتى نلقاكم في حلقة جديدة ومواهب جدد، وتقبلوا مني خالص التحيات هاجر الجندبي وهيفا دمان. أم اليمن أم اليمن أم اليمن.